الصدق الصدق على المباشر. دخل احمد احنا بدينا تفضل استاذ. بدينا احنا على المباشره مدام تفضل. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بعد لايف شوف تيفي. زوجة الاستاذ اللي تعارك مع احد الاباء في باب مؤسسه تعليميه تفجرها، راجلي غير مظلوم وحقروه. غير خليكم معها هي اللي غتحكي لنا ما وقع، لانها هي اللي كانت داخل السياره لقيتها اللي كانوا جايين في الصباح وكان جايبها الزوج ديالها كما ديما المؤسسه اللي كتادي بها المهام ديالها، هو للتذكير فقط. فالزوج ديالها كذلك من هيئه التعليم حتى هو استاذ، ما عرفناش كيفاش وقع. هادشي اللي غنحاولوا نفهموا الان عند الاستاذه. استاذه شنو وقع لكم هذا الصباح هذا؟ السلام عليكم بعدا وشكرا على الوجود ديالكم هنايا. نوضح للناس باش يعرفوا هاد المؤسسه يعني راه متعرضه لبزاف ديال المشاكل، ماشي غير هاد المشكل، دائما هاد المشاكل تتوقع. انا جايبني الزوج ديالي بحكم انني مريضه، جايبني الزوج ديالي وصلنا كلشي تيعرف ان باب المؤسسه تكون الاقتضاد ديال الاباء والتلامذ والاولياء وهذا. كاين واحد التلميذ صغيوار في الطريق تيلعب حدا الباب المؤسسه تقريبا، ما منتابهش بصفه نهائيا. كلاكسونا عليه دار كلاكسونا عليه الزوج ديالي، ما سمعش ولا كلاكسونا عليه المره الثانيه. الوليد حيد تتفاجئ انا من الجهه ديالي، السيد ضرب المرايه ديال اللي في الجهه ديالي انا هرسها ورجع تيجري للجهه ديال الزوج ديالي، عمر الوجه ديالو بالبزقه. استسمح على هذا الكلام على وجهه اييه بلا حتى شي حاجه هكا. اييه بلا ما تنعرفوه ما حتى شي حاجه. ما المره الاولى كان من جهتك انت مشيتي طوطو؟ من جهتي ولا الجهه الاخرى ثاني. اها هي هذيك الزوج ديالي صافي رحنا في الباب ديال المؤسسه، وقف الطوموبيل السيد صافي مشى تحت في وسط الناس في الباب ديال المؤسسه. الزوج ديالي مشى عنده باش يتنى على هذا الشيء اللي دارتو، عيب هذا الشيء هذا وهذا. فاذا به تشنق معاه، شنق معاه، دخلوا شي ناس. المهم فعلين دفعك في الباب المؤسسه، صدقوا في الداخل من الباب ديال المؤسسه، دخلوا في عراك. دخلوا في عراك لان شنق عليه هذاك وكانه تيعرف، والله اعلم بعلامات الحق، لان هذاك الشيء هذاك واش هذا هو السؤال، واش كيعرف راجلك بيناتهم شي؟ ما تنعرفوش حنا، ما تنعرفو حتى شي حاجه. هذا الانسان هذا يعني غير تعدو، ولان هذا الشيء جاري به العمل عندهم هنايا في هذه المؤسسه، جاري به العمل. راه تيدخلوا حتى المؤسسه لداخل وبقاو يتعرقوا، والاساتذه راهم لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الشيء اللي اكدوا لنا عدد من الاساتذه هنا انهم كيعيشوا مشاكل كبيره. اكدوا لكم الاساتذه لان هذا الشيء راه تيوقع لهم بزاف مضايقات، هجومات داخل المؤسسه، لا للاستاذات ولا الاساتذه، كلشي تيشكي من هذا المشكل هذا. كاين شي واحد شاد الزوج ديالي، الاخر تيضرب، المهم متشادين. واش ما كان مع واحد ولا كان مع جوج؟ كانوا لا، واحد شاد راجلك وواحد كي شي واحد، المهم شاد اللي شت انا شاد راجلي، الاخر تيحاول يفرق. تيحاول يفرق كيفك فيهم؟ اي تيفك فيهم. نعم. هذا هو اللي كاين. السوارت ديال الطوموبيل ما عرفناش فين هما، ما عرفناش الطوموبيل دابا عندنا حنايا بلا سوارت. الزوج ديالك مازال دابا؟ الزوج ديالي راه مازال داخل في المؤسسة، وفي ظرف نص ساعة جات لومبيلونس وخدات هذاك السيد هذا اللي كان تيطلع لفوق الباب ديال المؤسسة وتيهوت، تيقول لهم خرجوه ليه، واش أنا نبقى برا هو يكون داخل. والمصطلحات راه سمعت السيد المدير داك الهجومات وداك المصطلحات الشنيئة، الباب المؤسسة تتهرس، تنعيطوا للشرطة، جات لومبيلونس دار ديك متحمر كما تيديروا ديما، هزاتو داتو. حنا دابا غادي دابا شحال الساعة الإخوان، لأن داخلين مع العشرة مع 12 قبل العشرة شحال دابا في الوقت. الزوج ديالي مازال داخل، أنا في حالة راه لا حول ولا قوة إلا بالله. أش غادي نقول لكم، هادشي راه بزاف. هاد السيناريو هذا واش فيه لكم عشتوها أستاذة؟ أنا صراحة ما جديدة في هاد المدينة هادي، وما عمري شفت بحال هادشي هذا. وهذه المؤسسة خاصة الناس كلشي تيهضروا، لا الأساتذة ولا الإدارة، كلشي تيعاني. ما فهمت والو أنا هذا الشيء هذا، يعني واحد الهمجية وواحد لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أش غادي نقول لكم، نعم. المؤسسة بلا حارس، الهجومات. شحال الترتيبات هذا الصباح هنا داخل المؤسسة؟ بزاف كان، بزاف كان.
ما عرفاش انا كيفاش امبيونس تجي تاخذ واحد وما تشوش واحد اخر لداخل تسول، لان المؤسسه حنايا اللي عيطنا للشرطه ولا الطرف الاول وغترجع دابا قال لك الناس ديال الشرطه راه علموا. مازالين تنتسنى ما كاين حتى شي حاجه ونتمنى من سيدي ربي هادشي. استاذه كان حضور ديال رجال الامن الوطني العين المكان فورا يعني توصلهم بالخبر من طرف السيد المدير اللي استدعاهم؟ نعم تم الاستماع لكم؟ اييه هضرنا معاهم قلنا لهم. عطيتوا الافادات ديالكم في الموضوع؟ اييه هضرنا مع الشرطه قلنا لهم اش كاين اش كاين، وراه شافوا الزوج ديالي الحاله ديالو وشافوا الحاله ديالي انا. شنو واقع الزوج ديالكم؟ الزوج ديالي راه دابا راه اش غادي نقول لك، راه ما تيقدر لا يوقف لا حتى شي حاجه بحكم عنده السياتيك وداك المشاكل الصحيه ديال الرجل التعليم راه معروفه عند الجميع. نعم. وهاد المؤسسه راه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هاد الهجومات اللي دائمه ملي جيت انا هاد المؤسسه كاين هجومات دائمه لداخل المؤسسه تيهجموا هاد الاباء وهاد الناس هادو دائما. السيد المدير في صراع معاهم، الاساتذه ديما تيشكيو ما لا حول ولا قوة. كيقول لانه باش نجاوبوا على بعض الادعاءات اللي تقالت وبعض يعني بعض الحويجات اللي يعني بعض المزاعم. السيد قال انه يعني بدا العراك هنا على برا وجروا لداخل المؤسسه وكمل. لا تكرفيس عليه. لا هو حيتاش هرس كما قلت لكم المرايه ديال الطوموبيل مباشره دار من الجهه الاخرى بزق عليه الراجل ديالي كان تيوقف لانني انا مريضه واصل حتى الباب ديال المؤسسه. نعم. هو اللي هضر معاه، هو تحشى في وسط عباد الله، هو هضر معاه هذاك السيد شنق على الزوج ديالي، بقى هذاك التدافع لانهم في الباب ديال المؤسسه سي نورمال، هذا تيدفعوا هذا تيدفعوا غادي لانهم في العتبه ديال المؤسسه. صحو داخلين في المؤسسه لداخل وجوج ديال الناس، واحد شاد الراجل ديالي والاخر تيفرقوا، هذا هو اللي كاين. نعم. ما عرفتش انا هادشي هذا. شكرا لك استاذه على التجاوب ديالكم. شي حل لان هذه المؤسسه. نعم. راه عايشه مشاكل زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وشكرا على المجيء ديالكم، هذا هو. نعم. رسالتكم استاذه ورسالتكم يعني من بعد هذه الواقعه هذه للاباء ولا نصيحه للاباء ولا الامهات ديال التلاميذ، لانه هذا يعني هذا رجل التعليم راه تيقرا لهم الوليدات ديالهم تيأدبهم راه تبارك الله ما شاء الله. حنا كنتعاونوا في صناعه واحد الناس اللي تيوصلوا. نعم. راه مواصلين على يد الاساتذه، راه قال لك كذا المعلم ان يكون رسولا، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، هاد الناس العدو الاكبر والعدو الاول عندهم هو رجل التعليم، والدليل ها هو، ها حنايا مازالين ها لومبيلونس رجال الاسعاف هما جاو خداو هذاك السيد الزوج ديالي هو مازال داخل المؤسسه، وهذا الشيء راه بزاف. نتمناو تكون شي نظره وهذه المؤسسه تصلح وكل شيء المؤسسات، لان كل شيء رجال التعليم راه تيعاني، الا ما عانوا مع التلاميذ تيعانيو مع الاباء، ولا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لك استاذه على التوضيح ديالكم. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في تبارك الله عليك استاذه مشاهدينا، كنتمناو كانت معنا الاستاذه اللي وقع بسببها يعني بسبب انها كانت جايه هذا الصباح للمؤسسه هي والزوج ديالها يوصلها كباقي الاساتذه وكباقي الناس، ماشي غير الاساتذه، فكنلقاو الناس في لي زوبيتو في اي ميدان كيوصل الزوجه ديالو، خصوصا الا كانت كتعاني من ظروف صحيه. لكن الان كما سمعنا الاستاذه كتقول لك انه العراك بدا بطريقه اللي كان اعتداء كما كتقول. هنا سمعنا الطرف الاول، الطرف الثاني كان حضور ديال رجال الامن الوطني واللي خداو وقاموا بالمتعين فيما يخص هذه الواقعه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، الشكر للسيد مدير المؤسسه اللي فتح الباب ديال المؤسسه ديالو، وكذلك فتحت الباب ديال التواصل من اجل اظهار الحقيقه ومعرفه ما وقع بالضبط بدون غموض، بدون ماشي بحال داكشي اللي كان ديال بكري، بل الاستاذ فتح الباب ديالو قال لك اجا سي اجا شوف تي في، وصلوا للناس ما وقع بالحرف باش ما تكونش ادعاءات وما يكونش البطلان والبهتان. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي للاشاره فقط، فقيمه الاستاذ وكرامه الاستاذ من كرامه المنظومه التعليميه ومن كرامه وكتدخل حتى في جوده التعليم، لانه لا عطينا الاحترام لذاك الاستاذ ولا والدين ولا مجتمع، فراه مفروض على الدري انه يحترمه ويلتزم ويسمع الكلام ديالو. اشكركم والى اللقاء.